أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأنباء نقدمها لكم من استوديوهاتنا في الميادين ومن حلب وفي عناوينها. من يوم 11 استمرار عمليات البحث ورفع أنقاذ الزلزال المدمر، وتركيا تطلق أكبر حملة تبرعات في تاريخها لإغاثة الضحايا. واستمرار وصول المساعدات إلى سوريا، طائرتان سعودية وإيرانية تحطان في مطار حلب الدولي. الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل ويقتحم جنين، والمقاومون يتصدون لاعتداءاته. أربع جبات شباب بلشوا يتحركوا باب الداخل. الاحتلال يتوعد الأسرى بعقوبات اليوم، ووحداته تقتحم سجن جلبوع، والمعتقلون ماضون في عصيانهم رغم التهديدات. القوات الروسية تسقط مسيرات أوكرانية فوق القرم، وموسكو تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن حول التورط الأمريكي في تفجير السيل الشمالي، والحلف يتبنى مفهوما جديدا للتخطيط العسكري. إضراب واسع وتظاهرات حاشدة مرتقبة في فرنسا اليوم احتجاجا على مشروع قانون تعديل سن التقاعد. لليوم 11 على التوالي تستمر عمليات رفع الأنقاض في تركيا وسوريا، حيث بلغت الحصيلة حتى الآن أكثر من 41 ألف حالة وفاة، أكثر من 35 ألفا منهم في تركيا. هذا في وقت استمر فيه وصول المساعدات إلى البلدين، فيما أطلقت أنقرة أكبر حملة تبرعات بتاريخها لإغاثة الضحايا. للمزيد من التفاصيل حول عمليات رفع الأنقاذ في البلدين ينضم إلينا فريق الميادين والزميل عبد الرحمن عز الدين من حلب. إليك عبد الرحمن. شكرا لك محمد. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه النافذة المباشرة نقدمها إليكم مباشرة من مدينة حلب. دخلت عمليات البحث عن ناجين من زلزال سوريا وتركيا يومها 11، وقد نجحت فرق الإنقاذ في تركيا في إنقاذ المزيد من الناجين، وآخرهم فتى في 13 من عمره تم إنقاذه في أنطاكيا. وكانت فرق الإغاثة في كهرمان مرعش قد تمكنت أمس من إنقاذ سيدة في 72 من عمرها ورجل مسن في 77 من عمره، وقد جرى إنقاذ رجل مسن آخر في أديمان بالإضافة إلى سيدة في 42 من عمرها. في هذه الأثناء أطلقت القنوات والإذاعات التركية والأذرية والقبرصية التركية حملة تبرعات في تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال، ووصفت وسائل إعلام تركية الحملة بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، وأطلق عليها اسم تركيا قلب واحد. وتحدثت هذه الوسائل عن جمع تبرعات تعادل 7 مليارات دولار خلال ساعات. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أصدر توجيهات باحتساب ألازيغ الولاية 11 منطقة منكوبة لتأثرها بالزلزال. مشاهدينا المزيد من التفاصيل حول آخر تطورات التي تحصل بسبب هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا معنا من اسكندرون في محافظة هاتاي موفدة الميادين إلى تركيا زميلة ليسار كرم. أهلا بك معنا
اليسار. إذن هي حملة لافتة جدا، هذه الحملة حملة التبرعات التي تعتبر الأكبر في تاريخ تركيا. ماذا في تفاصيلها وماذا أيضا في آخر عمليات رفع الأنقاض وربما إيجاد ناجين جدد في تركيا؟ في الواقع فاق حجم التبرعات التي تم جمعها من تركيا فقط من داخل تركيا 200 مليار ليرة تركية، أي نحو 8 مليارات دولار. أبرز المتبرعين هم شركات ومصانع كبرى تركية بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال وحتى الأفراد الراغبين بالتبرع. هذه الحملة أطلقها الإعلام المحلي هنا لجمع التبرعات لمساعدة كل الناجين في المقاطعات الإحدى عشرة المنكوبة التي تقع كما بتنا نعرف على خط الزلزال أو حتى على الخط المحيط به الذي يتأثر بالهزة القوية وبالهزات الارتدادية اللاحقة بها. في الواقع نحن الآن في بلدة سامانداغ وهي في إقليم هاتاي. هذه البلدة من أكثر البلدات تضررا، فيها مئات الأبنية المتضررة التي هدمت بالكامل أو التي تصدعت، وفيها أيضا آلاف الضحايا الذين خسروا أرواحهم أو حتى أصيبوا بإعاقات دائمة بسبب يعني بقائهم تحت الركام لوقت طويل. وأيضا هناك للأسف الكثير من الضحايا المفقودين حتى الآن، أو عفوا لنقل المفقودين الذين لم يعرف بعد ما إذا كانوا ضحايا أم ناجين. هناك الكثير من الركام الذي لم يتمكن رجال الإنقاذ من فتح أي نفق داخله للتأكد من عدم وجود أحد في الداخل أو لإنقاذ من يمكن إنقاذه. وفي هذا السياق اسمح لي عبد الرحمن بأخذ بعض المعلومات أو الاستفهام أكثر من أحد أبناء هذه المدينة. تفضل. هو يتحدث اللغة العربية كالكثيرين هنا في الإسكندرون. مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. عرفنا عن حضرتك وخبرنا شوي عن تجربتكم بهالايام العشره الاخيره من بعد الزلزال. والله نحن وقت صار هيك الزلزله نحن كنا نايمين الطابق التحت، هالعماره خمسه طابق. وبعدين صارت الزلزله، بقى الله ستر ونحن الحمد لله فضل الله طلعنا بالسلامه، انا ومضامتي وكنتي وولدي. وفوق الخمسة طابق قاعد ولدي الثاني هو ومضامته وولده. الحمد لله كلنا طلعنا كويسين. الحمد لله على سلامتكم، ولكن للأسف يبدو أنه في كتير ضحايا بالمدينة وفي كتير مفقودين. هل من تفاصيل أو معلومات أكثر حول هالموضوع؟ كتير والله، في يعني هون الحمد لله من هون ما حد طلعوا غير اثنين جنازة، يعني اثنين ماتوا، مرة ورجل، والباقي الحمد لله كلهم كويسين بالألف خير. الأبنية عادة الأبنية هون بالمنطقة مفترض أن تكون معمولة بطريقة مقاومة للزلازل، لأنه هالمنطقة معروف أنها بتوقع على خط زلازل. هل يعني خلال حياتكم اليومية بالسابق كنتوا تنتبهوا لهالتفاصيل؟ كنتوا تاخدوا بالكم أنه لازم تفتشوا على بناء مقاوم للزلازل، أنه في نوعية خاصة للبناء بهالمنطقة؟ شو بتعرف عن هالموضوع؟ والله نحن منعرف، يعني نحن بناء الذي ساكنين فيها نحن مخملين كل البنايات بينهدوا وبنايتنا ما بتنهد. أما كانوا عيتنا على المتاهد أول الدور، هني صاحبين العمارة عملوها، بس الأربع طابقات المتاهد عاملين ما عاملين كويسين زي الصفوي، إسمنت ما مقلنين، يعني حديد بسيط، من هيك يعني العمارة صارت هي والأرض سوا. لك والحمد لله على السلامة. في الواقع عبد الرحمن هناك إشارة مهمة في هذا السياق إلى أن الأبنية التي سقطت في مختلف المقاطعات قيمتها قدرت بسبعين مليارا وثمانمائة مليون دولار. هذا إن لم نتحدث بعد عن البنية التحتية والطرقات والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس، ولا حتى لم نتحدث عما أتلف أو تعطل من شبكات الاتصالات والكهرباء. هناك حديث عن خسائر بالمليارات إذا ما تحدثنا عن مختلف المقاطعات المتضررة. وفي هذا السياق تستمر أكثر هذه الأرقام الاعتقالات في تغطيات أخرى في الميادين ضمن تغطياتها سوريا تركيا. نعم. إرادة حياة. زميلتنا اليسار كرم، أشكرك جزيل الشكر على هذا النقل للواقع كما هو من سمنداغ في تركيا، كل الشكر لك. وإلى تركيا أيضا، قرر الحشد الشعبي تجهيز أربع طائرات مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلزال،
الحشد أشار في بيان إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبدعم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصلت إلى مطار غازي عنتاب الدولي في تركيا طائرتان محملتان بالمساعدات الإنسانية تبلغ 40 طنا لكل طائرة، وتحتوي حمولتهما وسائل تدفئة ومفروشات ومستلزمات السكن المؤقت. تزامن ذلك مع إرسال العراق مزيدا من المساعدات إلى سوريا، حيث دخلت المزيد من قوافل المساعدات الإغاثية الجديدة المقدمة من الحشد الشعبي والحكومة العراقية إلى الشعب السوري للمساعدة في التخفيف من المعاناة التي سببها الزلزال في مناطق شمال البلاد. في غضون ذلك وصلت صباح اليوم إلى مطار حلب الدولي ثالث طائرة مساعدات سعودية، وذلك بعد 24 ساعة على وصول طائرة مساعدات ثانية أمس، وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية إلى الشعب السوري. وبالتزامن أيضا مشاهدينا، وصلت فجر اليوم إلى مطار حلب الدولي طائرة إيرانية جديدة، وهي محملة بالمساعدات المختلفة لمنكوبي الزلزال الأخير. في مستشفيات حلب قصص كثيرة لأشخاص تحدوا الموت بعد صمودهم ساعات طويلة تحت الأنقاض، وقصة فاطمة الزهراء واحدة منها، نتعرف عليها في هذا التقرير لمفاد الميادين إلى حلب أحمد عبد الله. ل48 ساعة بقيت فاطمة تحت أنقاض منزل عائلتها المنهار في حي كرم الجبل. سكان المنطقة كانوا قد فقدوا الأمل بوجود ناجين تحت المبنى، لكن فاطمة بقيت على قيد الحياة، وهي رغم ألمها وضعفها روت للميادين تفاصيل صمودها. لأن السقف تفتفت وقع فوقنا، بعد انخبط فوقنا كومت حدا، وأنا أختي كنا جنب بعض يعني، انخبط فوقنا كومت حدا، وبعد أنا دخلت بتم الحديدة عند بيعومي، ما بقى أحكي، غطيت على وعي، بعد الزرز فقت لقيت حالي انكبت فوقي كومت حدا. طلعنا أول شي البنت أختها لفاطمة، طلعناها الساعة 6 المساء، كان الحمد لله ما فيها إصابات غير بس هيك جرح بجبينة، وبعدين أخوي تم 3 ساعات تحت الأنقاض، أجره تأذت كتير وصار تفتت في العظم، هو بمشفر الرازي، وتاني يوم راحوا فرق الإنقاذ، وتاني يوم للمساء حتى قدرنا نطالع فاطمة الزهراء وأختها أمر. فاطمة من بين عشرات الحالات التي وصلت إلى مستشفى حلب الجامعي بعد الزلزال. المستشفى رغم النقص في الأدوية والمعدات نتيجة الحصار استطاع تقديم الخدمات اللازمة للمصابين. لا فينا نجيب قطع تبديل للأجهزة، وحتى أجهزة بحاجة احنا كتير لأجهزة. الأدوية عم نتحايل، ونحن في عنا شركات وطنية والحمد لله. إلى مستشفى حلب الجامعي وصل الدكتور فضل البطران برفقة وفد طبي فلسطيني. أتم البطران دراسته في حلب عام 84 وعاد إليها اليوم لتقديم المساعدة. طبعا حجم الكارثة والإصابات تطلبت بالفعل تدخل من كافة الأطراف، وإحنا يعني بالفعل سوريا وأهلنا بسوريا يعني إحنا دائما بالقلب والجميع بالقلب. في كل غرفة داخل المستشفى حكاية صمود وألم في الوقت عينه، أما خارجها فقد تبدأ رحلة معاناة من نوع آخر. بعد أسبوع على وقوع الكارثة تستمر المعاناة بقدر ما يتمنى أصحابها أن تمحى من ذاكرتهم المثقلة بمشاهد الدم والدمار، معاناة ساهمت الكوادر الطبية السورية بالتخفيف منها ما أمكن، وساندتهم فرق طبية من دول عربية تحدت الحصار المفروض على الشعب السوري. أحمد عبد الله، حلب، الميادين. هذا في حلب مشاهدينا، كيف يبدو المشهد في حماة؟ هذا ما سنعرفه من الزميل سفيان مراكشي، موفد الميادين من الجزائر إلى سوريا. هذا سفيان، الصورة لديك صباح اليوم وأنت تواصل التنقل ما بين مراكز الإيواء في حماة.
صحيح، محافظة حما يوجد فيها مراكز الإيواء وتوجد فيها كثير من العائلات السورية التي تتلقى المعاناة العينية من طرف أشخاص خواص متطوعين سوريين، وكذلك من طرف مختلف المنظمات والهيئات والجمعيات الخيرية المحلية على مستوى محافظات الريف الغربي والريف الشمالي لمحافظة حما، منطقة الغاب كما تسمى هنا في سوريا. نطوف بين مختلف المراكز لكي ننقل آمال وآلام العائلات السورية التي تلقت حضنا دافئا عندما وجدت من يقف أمامها وأعطتنا صورة جميلة ومشرقة من الصمود، سوريا قلعة الصمود حتى في زلزال هذه الكارثة الطبيعية. العائلات تصلها في هذا المركز الذي أتواجد فيه في بلدة العبر أو عبر بيت سيف، وهي في ريف حماة الغربي، والتي هي تتضمن 10 قرى زراعية، يعني تصل المساعدات، وهناك حتى عائلات ما زالت تصل إلى هذا المركز الذي تتواجد فيه كاميرا الميادين، والتي طافت عبر مختلف الضيعات الزراعية في هذه المنطقة التي أصبحت تعاني من شح في المياه بسبب سقوط الخزانات بسبب الزلازل، وكذلك أزمة إتلاف القنوات في الأزمة الأمنية الأخيرة. فهؤلاء يناشدون دائما أملا جديدا ويصمدون في هذه الكارثة الطبيعية ويقدمون صورا من التضامن والتكافل السوري، ويناشدون كذلك يعني مزيد من المساعدات من أجل تجاوز هذه المرحلة. عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك مفاد الميادين إلى سوريا. سفيان مراكشي حدثتنا مباشرة من مدينة حماة. نكمل الآن نحن مشاهدين في هذه النافذة المباشرة من مدينة حلب. وزير الخارجية الأردني في دمشق للمرة الأولى منذ بداية الحرب في سوريا. الزيارة وإن كانت في سياق التضامن العربي مع دمشق على خلفية الزلزال، إلا أنها تعكس دفعا عربيا لإمكانية كسر عزلة سوريا. ديما نصيف. تكفي صورة وزير الخارجية الأردني في القصر الرئاسي السوري بعد سنين الحرب السورية للقول بأن الكثير قد تغير، وإن كان السياق المعلن هو التضامن ودعم دمشق في مواجهة كارثة الزلزال، لكن الزيارة أيضا قد تبدو إعلانا واضحا عن إعادة علاقات البلدين دبلوماسيا وإنهاء الخلافات التي قطعت التواصل وأغلقت الحدود بينهما. فالزيارة جاءت ضمن سياق الانفتاح المتدرج بين البلدين الذي بدأ باتصال بين الرئيس الأسد والملك الأردني قبل عام ونصف. نحن دولتان شقيقتان نتأثر بما يجري لبعضنا البعض. أنا هنا كما ذكرنا سابقا تعبيرا عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع أشقائنا في الجمهورية العربية السورية. نقدر عاليا هذه الزيارة لأنها تأتي بالوقت المناسب، حيث عانت سوريا خلال الأيام الماضية من كارثة الزلزال، وكان شيء طبيعي أن يقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا مع أشقائهم في سوريا. الطرفان وصفا الزيارة بأنها علاقة بين أشقاء، لغة لها ما يفسرها عربيا، أما واقعيا فهي المصالح المشتركة. الرغبة الأردنية بالاطلاع بدور في حل الأزمة السورية وملف اللاجئين السوريين الضاغط على الاقتصاد الأردني، وعلى الضفة المقابلة الضرورة السورية لاستثمار الانفتاح العربي عليها بواقعية تعيد توسيع مجال العلاقات السياسية بما يتجاوز تبعات عقوبات قانون قيصر الأمريكي. المشهد الكارثي للزلزال الذي ضرب مساحات واسعة من سوريا جعل ما كان مستبعدا جدا ممكنا جدا، وسمح للكثير من الدول العربية بمراجعة المواقف من دمشق بصوت عال. تجلى ذلك في زيارة وزيري خارجية الإمارات والأردن وعشرات الاتصالات ورسائل التعزية التي وصلت إلى الرئيس الأسد من نظرائه العرب والدول الإقليمية والبعيدة الحليفة لدمشق. وإذا كان هناك قرار سياسي واضح بتفعيل الإيجابية في التعامل مع دمشق عربياً على خلفية الزلزال، فإن دمشق تراهن على استمرار هذا الدعم، خاصة أنه يأتي من خارج صندوق الإرادة الأمريكية، ما يعني أن جزءاً أساسياً من المواجهة ما يزال قائماً، وعليه تنتظر دمشق خطوات أكثر فعالية تعيد تثبيت هذا الانفتاح كعودة العلاقات الدبلوماسية والسياسية على نحو كامل، وألا يقتصر على تضامن مؤقت ريثما تمر محنة الزلزال. ديما نصيف، دمشق، الميادين. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة، قدمناها لكم مباشرة من السبع بحرات في مدينة حلب.
أما الآن فنعود وإياكم إلى استوديوهات الميادين والزميل محمد زيني. إليك محمد. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن ولباقي الزملاء. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل منفذ عملية كريات أربع محمد الجعبري في مدينة الخليل. قوات الاحتلال عمدت إلى تفخيخ المنزل بعد طرد الصحفيين والأهالي قبل أن تقوم بتفجيره. الشهيد الجعبري كان قد نفذ عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين في أواخر تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين شرق مدينة الخليل. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، حيث تصدى لها المقاومون بالنيران الكثيفة. كتيبة جنين أعلنت أن مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة عند مداخل المخيم، وقد أطلقت صافرات الإنذار التي نصبها أهالي المخيم أخيرا لحظة اقتحامه من قبل قوات الاحتلال. إلى ذلك دعت مجموعات عرين الأسود أهالي القدس المحتلة إلى إعلان العصيان المدني وزعزعة أمن الاحتلال، ودعت في بيان لها مخاطبة أبناء القدس إلى إغلاق الشوارع وتحطيم كاميرات المراقبة في جميع مناطق القدس تعبيرا عن الغضب. وقالت في البيان: زعزعوا أمنهم في مخافرهم وأماكن وجودهم، وحاصروهم واضربوهم واربكوا جنودهم، ولا تتركوهم يستفردون بأحدكم. وختمت العرين بيانها بالقول: مرحبا بالموت على أن نرضى بعيشة الذل والهوان. في ملف الأسرى، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن وحدات القمع في سجون الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بأعداد كبيرة القسم رقم 1 في سجن جلبوع. جاء ذلك في وقت أبلغت فيه إدارة سجون الاحتلال المعتقلين لديها بفرض عقوبات جماعية بحقهم ردا على خطوات العصيان التي نفذوها. وقد أكد الأسرى استمرار خطوات العصيان وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في بداية شهر رمضان المقبل. ومن المنتظر أن يبدأ سريان هذه العقوبات في عدد من السجون، وتتمثل بتضييق حركة الأسرى كتقييد اليدين أثناء التنقل بين الأقسام وإقفال حمامات الاستحمام وقطع المياه الساخنة والتقليل من مدة الخروج إلى ساحة السجن. اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المسيحيين ومقدساتهم في القدس بتصاعد مستمر، والمراقبون يؤكدون أن هذه الاعتداءات ترمي إلى تهجير الفلسطينيين وتغيير طابع المدينة. نتابع التفاصيل مع هناء محاميد. حدث هذا الاعتداء قبل نحو أسبوعين في كنيسة حبس المسيح عند المرحلة الثانية لدرب الآلام. يقظة الحارس المقدسي حالت دون وقوع جريمة أكبر. لما قدرناش نمسكه، اللي قدرت امسكه انا في هذيك الوقت يمكن قدر يكسر بقيه المجسمات كلها الموجودين هون او يحرقهم، لانه كان في معاه بنزين ومعاه مواد كثير، معاه بالشنطه شغلات معاه، ما قدرناش نعرف شيء. بس فيما بعد عرفنا في قنينه بنزين لانها بالكنيسه موجوده هون. منذ مطلع العام الحالي سجلت 6 اعتداءات على الاقل بحق المسيحيين ومقدساتهم في القدس المحتله على يد مستوطنين اسرائيليين. طالت المقابر بتدنيسها وتحطيمها، وبرغم أن شرطة الاحتلال ادعت في بعض الحالات معاناة المعتدين من خلل عقلي، يؤكد الفلسطينيون عكس ذلك. هي تستهدف أي وجود غير يهودي في القدس، يعني نحن بنشوفها، لأنه بنشوفها مرات في الأقصى وبنشوفها مرات علينا، إن كان في حارة الأرمن أو في باب الخليل أو في باب جديد، بيحاولوا إنه بهالحركات هذه إنك أنت يهججوا هالعالم، يخلوا القدس ويغيروا طابع القدس. قبل النكبة كان يشكل المسيحيون الفلسطينيون ربع السكان في مدينة القدس، نسبتهم تراجعت كثيرا حتى بالكاد تتجاوز اليوم 1%.
أقل من 10,000 فلسطيني مسيحي يعيشون في القدس بحسب التقديرات، وهم كثيراً ما يتعرضون لاعتداءات المستوطنين. قبل حوالي شهرين قام شاب يهودي بتدنيس حائط مدخل دير الأرمن بساعات الليل بالتبول علي، دنست جدران البطريركية الأرمنية بشعارات وعبارات متطرفة عنصرية ودنيئة مثل الموت للأرمن، موت للعرب. هنأ محميد، القدس المحتلة، الميادين. على خط آخر، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية. كوهين قال من كييف إن تل أبيب تقف إلى جانب كييف في أوقاتها الصعبة، مؤكدا أنه سيجري إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأوكرانية. أفاد حاكم سيفاستوبل أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت صباح اليوم لهجوم مسيرات أوكرانية وأسقطت 2 فوق البحر في شبه جزيرة القرم. إلى ذلك أعلنت الدفاع الروسي أن راجماتها الصاروخية غراد دمرت أهدافا ومواقع أوكرانية محصنة ومموهة كشفتها أطقم الطائرات المسيرة خلال عمليات الاستطلاع الجوية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وبالتزامن أطلقت القوات الأوكرانية صواريخ هيمارس على مقربة من أوتستراد مكتظم بالسيارات في المدينة، في مدينة كراماتورسك. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في رد على سؤال للميادين أن الغرب يقسم العالم إلى جنة تعيش فيها النخبة، أي الغربيون أنفسهم، وإلى غابة يعيش فيها الآخرون، وأن هؤلاء الآخرين يجب أن يلبوا احتياجات النخبة ويلتزموا بالقواعد التي توضع لهم. لافروف قد أشار أيضا في كلمة أمام الدوما إلى أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية سيركز على ضرورة إنهاء احتكار الغرب لتشكيل إطار الحياة الدولية. سيركز مفهوم سياستنا الخارجية المتجدد على الحاجة إلى إنهاء احتكار الغرب وإنشاء إطار دولي جديد الذي يجب أن يراعي توازن المصالح كما يقتضي ميثاق الأمم المتحدة، ويكرس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول على المستوى الدولي. في هذه الأثناء، وفيما أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع لقواته وخصوصا في شرق البلاد، أعلنت ألمانيا عزمها على إرسال نصف كتيبة من دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا في نهاية شهر آذار مارس المقبل. وخلال اجتماع لحلف الناتو أكد وزير الدفاع الألماني أن برلين سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 وأنه سيتم تسليمها في الأسبوع الأخير من شهر مارس. وقال الوزير الألماني إن كييف راضية عن هذا العدد وإنه من المقرر إجراء مزيد من المناقشات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. بالتوازي، أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن أعضاء الحلف اتفقوا على مفهوم جديد للتخطيط العسكري يأخذ بالاعتبار تهديدات الصين. وفي مؤتمر صحفي قال ستولتنبرغ أن المفهوم يعكس حقيقة خطورة روسيا وتحديات الصين، معلنا أن الحلف بدأ في زيادة إنتاج قذائف المدفعية عيار 155 لصالح أوكرانيا، واصفا الأمر بالأولوية. أرحب بالتعهدات الجديدة لدعم أوكرانيا التي قدمها حلفاء الناتو، بما في ذلك المزيد من الأسلحة الثقيلة والتدريب العسكري. هذا أمر بالغ الأهمية لأوكرانيا، فرصة سانحة لتغيير التوازن، والوقت هو الجوهر. نحن بحاجة إلى الاستمرار ونحتاج إلى تصعيد أكثر. أصبحت هذه الآن حرب استنزاف طاحنة. حرب الاستنزاف هي حرب لوجستية، وبالتالي فإن هذا أمر بالغ الأهمية لقدرتنا على ضمان فوز أوكرانيا وقدرتها على استعادة الأراضي.
من جهته شدد الرئيس البولندي أندري دودا على ضرورة تخزين المزيد من الأسلحة والذخيرة في الجناح الشرقي لدول حلف الناتو. وفي كلمة له عقب اجتماع الناتو في بروكسل قال الرئيس البولندي إنه يجب تنفيذ خطة جديدة للمساعدة في حماية دول البلطيق والجناح الشرقي للناتو في حال تعرضها للهجوم. نتوقع خططا جديدة لأمن الجزء الشرقي من التحالف، ليس لبولندا وحدها ولكن لدول البلطيق أيضا. خطط الاستعداد هذه ستعني أنه في حالة حدوث أي عدوان على أي من دول الجناح الشرقي لحلف الناتو، فإن رد فعل الحلف بناء على تنفيذ المادة الخامسة سيكون فوريا وبأسرع وقت ممكن. في هذه الأثناء دعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث المعلومات الجديدة حول حادثة تفجير خط أنابيب الغاز الروسي السيل الشمالي، موجهة أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة. وفي رسالة له على تيليجرام قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن الطلب مبني على ما ذكره الصحفي الأمريكي سيمور هيرش حول تورط واشنطن في تدبير التفجير، هذا وقد نفت واشنطن هذا الاتهام. من جهة ثانية أعلنت اليابان أنها ستراقب من كثب ما وصفته بالتحركات العسكرية الروسية قربها. نحن على علم بقيام قذيفات روسية برحلات روتينية فوق البحار الشرقية. في ظل الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا يكثف الجيش الروسي أنشطته في الشرق الأقصى وقرب بلدنا، لذا تعتزم حكومتنا الاستمرار في مراقبة تحركات الجيش الروسي عن كثب. إلى إيران التي عاد إليها الرئيس إبراهيم رئيسي من الصين مختتما زيارة وصفها بالمثمرة جدا، ولفت في تصريح له لدى عودته إلى وجود إرادة جادة لدى البلدين لمواصلة التعاون وتعزيزه. خلال هذه الزيارة تم التوقيع على 20 مذكرة للتفاهم بين البلدين. هناك إرادة جادة لدى الصين وإيران لمواصلة التعاون والتنمية في المجال التجاري والاقتصادي ومجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا. لقد اتخذنا قرارات جيدة في العديد من القضايا، وكانت هذه الزيارة مثمرة وموفقة جدا. الرئيس الإيراني كان قد أكد من بكين أن بلاده لن تقبل الأحادية والقمع والعقوبات التي تقوض السلام والتنمية وتدمر النظام العالمي الجديد. رئيسي وفي كلمة ألقاها في جامعة بكين حيث تم تكريمه ومنحها الدكتوراه الفخرية شدد على أن التعددية والتنسيق عناصر مهمة في النظام العالمي الجديد. في السنوات الأخيرة استخدمت بعض الدول النفط سلاحا لقمع بعض الدول المنتجة له ومعاقبتها، ما يهدد على نحو خطير أمن الطاقة. إن العقوبات أسلحة دمار شامل وعامل أكثر تدميرا لحقوق الإنسان، واستمرار العقوبات سيقوض السلام العالمي. إن إيران مستعدة للعمل مع بقية المجتمع الدولي لحماية أمن الطاقة، وعندما يكون هناك أزمة في سوق الطاقة ستظل إيران شريكا موثوقا به لجميع البلدان. ملفات أخرى في النشرة، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم. نستأنف النشرة من لبنان، حيث دعت جمعية صرخة المودعين إلى ما وصفته بيوم غضب كبير ضد المصارف في كل البلاد، وتنظم في هذه الأثناء تجمعات في ساحة الشهداء في بيروت. من هناك معنا الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين. عباس مرحبا بك، والنيران من خلفك، وكان قبل لحظات خبر عاجل على شاشة الميادين بأن هناك إضرام للنيران في عدد من المصارف. باقي التطورات معك. نعم محمد،
نعم محمد، انتقل المودعون إلى هنا إلى منطقة بدارو في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أضرموا النيران أمام عدد من المصارف كما نرى في هذه الأثناء، وهم ينفذون اعتصاما غاضبا ويرشقون المصارف أو مباني المصارف المقفلة منذ أكثر من أسبوع بالحجارة، واحتجاجا على استمرار حجز ودائعهم في تلك المصارف منذ العام 2019. يعني المصارف كما أسلفت مقفلة منذ نحو 10 أيام، وهذا ما يساهم في الفوضى في السوق المالية في لبنان. طبعا هذا التحرك جاء اليوم نتيجة يعني المماطلة من قبل المصارف ومن أيضا من قبل الحكومة في عدم تحديد مصير الودائع، ودائع المودعين في هذه المصارف. طبعا لا انتشار للقوى الأمنية، يعني اعتمد المودعون يعني ما يشبه الخطة من أجل الإفلات من القوى الأمنية، ووصلوا إلى هذه المنطقة قبل قليل وأضرموا النيران أمام أكثر من مصرف، وهم يقولون بأنهم سيتوجهون إلى منازل يعني رؤساء مجالس إدارة المصارف التي يتهمونهم بأنهم يعني يخفون ودائعهم أو على الأقل لا يخرجون بأن مصير هذه الودائع. طبعا يتوجهون أيضا إلى أمام مصرف آخر في هذه المنطقة لإعادة الكرة ولل يعني التعبير عن هذا الغضب المتفاقم منذ أكثر من 3 سنوات، وعدم يعني الحكومة اللبنانية لم تستطع حتى اليوم إيجاد مخرج لمسألة الودائع. هناك يعني أكثر من 70 مليار دولار تتحدث الحكومة عن هذه الفجوة المالية. سنة تحدث إلى بعض المودعين في هذه الأثناء لي يعني نعرف ما هي الخطة التي سيقومون بها، ماذا بعد حرق هذه المصارف؟ لأين تنهون؟ كيف ستحصلون على ودائع؟ المصريات بدنا اياهم على رقبتهم. أتخن واحد فيهم كان خزمت شو صار عنده بنك، منين لوين صار عنده بنك؟ حطوا المصريات بأساميهم وبأسامي أعضاء مجلس الإدارة وهربوهم لبرا. بدهم يفهموا لا تشريع لخطة التعافي المالي يلي بدهم يشتموا فيها أموال الناس. بلد انسرق، مودعين اتسرقوا، بدهم يحملون خسائر ويشتموا لهم أموالهم طويلة على رقبتهم. حاطين هدف، هدف بدنا مصرياتنا لو على دماتنا. شكرا. طبعا هذه كانت صرخة من بعض المودعين، هم يتوجهون في هذه الأثناء إلى مصرف آخر لتكرار ما قاموا به قبل قليل هنا في منطقة بدارو في العاصمة اللبنانية بيروت. نعم محمد. طيب عباس، يعني كما كنت تذكر قبل لحظات بأنه هناك انتقال من مصرف إلى آخر، محاولة لإضرام النيران أيضا بغياب القوات الأمنية، لأنه جمعية صرخة المودعين كما ذكرت وذكرنا دعت إلى التجمع في ساحة الشهداء، ثم يعني كان هناك التواجد في منطقة بدارو، بالتالي أكثر من منطقة، وما عبر عنه البعض بأنه سيكون يوم غضب لدى المودعين. ما هو المتوقع في الساعات المقبلة؟ يعني محمد، طبعا الوجود الأمني يعني كما لاحظنا قبل قليل هم عناصر من الجيش، لأن هناك يعني مركز عسكري بالقرب من هذه المنطقة وليس من القوى الأمنية المولجة يعني إعادة الأمور إلى نصابها. طبعا الحال يعني المصارف تقول بأن الودائع موجودة لكن هناك فجوة مالية يجب معالجتها، وهناك 3 أطراف تتحمل هذه المسؤولية، أي المصرف المركزي مصرف لبنان والمصارف والحكومة. لا يعني حل حتى بضمن القوانين والتشريعات التي عمل يعني على إنجازها خلال الفترة السابقة، كان هناك محاولة للتفريق بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة التي كانت قبل 17 من تشرين أول أكتوبر عام 2019 والتي بعد هذا التاريخ، لكن لم تصل التشريعات إلى بند يحدد أو يحمي هذه الودائع، وبالتالي هذه الصرخة من أصحاب الودائع هي يعني متكررة، وبالتالي لا حل إلا المواجهة بحسب ما يقول المودعون مع هذه الزميل يعني مع المصارف ومن خلفها مع الحكومة والمصرف المركزي. نعم الزميل عباس الصباغ، سنكون معك أولا بأول في حال ورود أي تطورات أخرى على هذه التحركات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا جزيلا لك الآن.
من لبنان إلى فرنسا، حيث تواصل النقابات فيها التحضيرات للتظاهر ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، حيث دعت إلى تعبئة اليوم الخميس، ومن المنتظر أن يشارك فيه مئات آلاف المتظاهرين. يأتي التحرك قبيل دعوات النقابات لإضراب دعت إليه في السابع من آذار مارس، وهددت بأن تشل خلاله البلاد إذا لم تتراجع الحكومة عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما مقابل 62 عام. وقد شهدت فرنسا السبت الماضي احتجاجات شارك فيها 1.5 مليون متظاهر. وإلى موفد الميادين إلى باريس الزميل موسى عاصي، مرحبا بك موسى. ما هو المتوقع اليوم بالتزامن مع هذه الدعوات الكثيرة للإضراب والتظاهر؟ يعني ينتظر النقابيون اليوم أن يكون الشارع مماثلا لما حصل يوم السبت الماضي بمشاركة مئات الآلاف، لا سيما هنا في العاصمة الفرنسية باريس وفي المدن الفرنسية الأخرى. هذا اليوم هو يوم يعني يعتبر من قبل النقابيين يعتبر لشد العصب قبل الموعد المحدد للانطلاق المواجهة الحقيقية بين النقابيين، بين الشارع الفرنسي وبين الحكومة في السابع من آذار المقبل، حيث أعلنت النقابيين بأن السابع من آذار ستبدأ المواجهة الحقيقية، سيبدأ الإضراب العام المفتوح مع تظاهرات في العاصمة وفي المدن الفرنسية الأخرى. ولكن التظاهرات ليست وحدها اليوم على سلم أولويات الاهتمام في العاصمة الفرنسية، هناك أيضا النقاش الذي يجري داخل الجمعية الوطنية أي البرلمان الفرنسي حول خطة إيمانويل ماكرون. هذه الاجتماعات المتواصلة ليل نهار منذ أيام طويلة ستنتهي يوم الجمعة مساء في الثانية في منتصف ليلة الجمعة السبت، ستنتهي هذه النقاشات، ويحق قبل نهاية هذه الدورة من أعمال مجلس النواب أن تقدم الحكومة مشروع إيمانويل ماكرون، ولا سيما البند السابع المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما للتصويت داخل الجمعية الوطنية. ولكن البعض يقول بأنه ربما لن تقدم الحكومة على هذه الخطوة، وذلك بسبب الصفعة التي تلقتها الأكثرية أو تلقاها إيمانويل ماكرون خلال اجتماعات الساعات الماضية، عندما رفضت أكثرية النواب واحد من بنود المشروع الإصلاحي هو البند الثاني الذي يتعلق بتشجيع الشركات والمؤسسات على توظيف كبار السن. المفارقة هنا بأن جزء كبير من نواب حزب الجمهوريين اليميني التقليدي الذي يدعم إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية بشكل عام، وقف 38 نائبا من هذا الحزب إلى جانب المعترضين، أي إلى جانب أحزاب اليسار وحزب التجمع الوطني لمارين لوبين بمواجهة مشروع إيمانويل ماكرون. وهنا تخاف الحكومة فعلا من أنه في حال طرحت المشروع برمته، أي وتحديدا البند المتعلق برفع سن التقاعد على التصويت، ربما سيهزم كما هزم البند الثاني من هذا المشروع. طيب، وفي حال يعني هزم كما هو المتوقع، ذلك كيف يمكن أن ينعكس على الشارع؟ هل يمكن أن تخفت هذه الدعوات إلى الإضراب إلى التظاهر أو شل البلاد؟ يعني في حال قدمت الحكومة المشروع للتصويت ولم ينجح، فإن المسألة ستكون ضربة قاسية لإيمانويل ماكرون ولحكم إيمانويل ماكرون ولمستقبل إيمانويل ماكرون السياسي. وأولى الضحايا يمكن أن نتخيل ستكون رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، التي يمكن أن تنحى من الحكومة وتستبدل برئيس حكومة آخر. ولكن نحن لسنا هنا بالفعل، يعني يمكن يقول الخبراء هنا في فرنسا بأنه ربما لن تقدم الحكومة على التصويت إلا في حال تأكدت من أن حزب الجمهوري اليميني التقليدي سيقف إلى جانبها. وفي هذا الإطار قدمت إليزابيث بورن رئيسة الحكومة أمس بعض الخطوات باتجاه هذا الحزب، فيعني حددت واحد من بنود مشروع إيمانويل ماكرون بأنه بالنسبة للعمال الذين يبدأون العمل في 17 من عمرهم أي في سن 17 يمكن أن يصلوا إلى سن التقاعد في 60 عاما أي بعد 43 عاما من العمل. وهذه واحدة من النقاط التي كان يطالب بها حزب الجمهوريين اليميني التقليدي. ربما عند هذه النقطة يقتنع هذا الحزب بأنه يمكن التصويت إلى جانب إيمانويل ماكرون في رفع سن التقاعد. ولكن هذا النقاش يجري اليوم في الجمعية الوطنية وخارج الجمعية الوطنية من أجل التوصل فعلا إلى قرار نهائي وحاسم من قبل الحكومة. هل ستطرح هذا المشروع مشروع الإصلاح قبل نهار الجمعة أم أنها يمكن أن تطرحه في مرحلة لاحقة؟
شكرا جزيلا لك الزميل موسى عاصي مفد الميادين إلى باريس. على نحو مفاجئ قدمت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن استقالتها من منصبها بعد 8 سنوات في السلطة، معلنة بقائها في منصبها إلى حين اختيار رئيس جديد للحزب الوطني الاسكتلندي. تقرير موسى سرور. حكام داونينغ ستريت يتنفسون الصعداء بعدما قررت رئيسة الحكومة الاسكتلندية الاستقالة من منصبها، استقالة تعد ضربة قاضية للمطالبين بالاستقلال عن المملكة المتحدة بعد خسارة نيكولا ستيرجن التي تعد رائدة حملة الاستفتاء الثاني للاستقلال عن بريطانيا. ستيرجن نفت أن يكون سبب استقالتها يعود إلى الانتقادات التي تعرضت لها بعدما منعتها الحكومة المركزية في لندن من إقرار مشروع قانون الإصلاح الجنسي في اسكتلندا. أؤيد بشدة الرأي الذي يقول بوجود دعم من أغلبية الاسكتلنديين للاستقلال عن بريطانيا، لكن هذا الدعم يحتاج إلى ترسيخ ونمو أكثر، ومن أجل تحقيق ذلك علينا أن نتجاوز الانقسام السياسي بين الاسكتلنديين، وتقديري أن اختيار زعيم جديد للبلاد هو الأفضل لأداء هذه المهمة. ستيرجن التي حققت إنجازات سياسية كبيرة خلال مواجهتها جائحة كورونا ما أكسبها حضورا فاعلا على الساحة السياسية البريطانية، تراجعت شعبيتها بعد قرار المحكمة العليا البريطانية رفض منح اسكتلندا حق إجراء استفتاء ثان للاستقلال عن المملكة المتحدة، فضلا عن عجزها عن مواجهة الحكومة المركزية في لندن بشأن قانون الإصلاح الجنسي. أعتقد أن اسكتلندا كانت على عتبة الاستقلال عن بريطانيا، ولكن في هذا العام أرى أن هناك تراجعا في التأييد للاستقلال، وهذا ما تشير إليه استطلاعات الرأي. أعتقد أن أحد أسباب التراجع يعود إلى قانون الإصلاح الجنسي الذي تبين لاحقا أنها رفضت الأخذ بتحذيرات وجهت إليها تطالبها بإجراء بعض التعديلات عليه. ومن المقرر أن يجتمع الحزب الوطني الاسكتلندي الشهر المقبل لانتخاب الزعيم الجديد، وسط انقسام بين صفوفه بشأن كيفية المواجهة مع لندن فيما يخص الاستقلال، حيث يرى البعض أن قرار اعتبار الانتخابات البرلمانية المقبلة بمثابة استفتاء للاستقلال عن بريطانيا فيه مخاطرة سياسية. بعيدا عن الأسباب التي دفعت نيكولا ستيرجن إلى الاستقالة، فإن رحيل عن السلطة في رأي المراقبين سيولد انقساما داخل الحزب الوطني الاسكتلندي ويضعف حملة الاستفتاء للاستقلال عن المملكة المتحدة. موسى سرور، لندن، الميادين. نختم النشرة من نيوزيلندا، حيث ارتفعت حصيلة الإعصار العنيف جابرييل إلى 5 قتلى. السلطات النيوزيلندية أعلنت إجلاء أكثر من 10,500 شخص من منازلهم بسبب الفيضانات، وحذرت سكان المناطق الشرقية المتضررة بشدة من الإعصار من أن مزيدا من الأمطار الغزيرة ستهطل في الساعات المقبلة. بهذا وصلنا إلى الختام. للمزيد من الأخبار والمعلومات على الميادين .net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.